سلام. في ناس كده خاصة، ناس جميلة، ناس لذيذة، ناس ما ينوصفوا، بس هحاول أوصفهم. هدول اللي سموهم أهل الله، هذه ناس مختلفة. بتلاقي فيهم ذبذبات في جسمهم رهيبة، أجسامهم على طول مشحونة بذبذبات إيجابية، ذبذبات حلوة، لدرجة أن الواحد يشوف كأنه نور طالع منهم. فيهم جمال سبحان الله بسبب هذه الذبذبات، فيهم جمال عجيب، جمال كده رباني، أنوار كده ماشي على الأرض. أهل الله فيهم ريحة جميلة، ريحة غير مختلفة، ما هي ريحة بيرفيوم، ما هي العطور اللي احنا نعرفها، لا، في عندهم، في لهم ريحة كده مختلفة جميلة حلوة، الواحد يحب كده يقعد جنبهم، يجيهم من الريح هذه. خلينا أحكيكم عن تجربتي لما رحت للمدينة على جبل أحد، في مغارتين للرسول عليه الصلاة والسلام. لما دخلت أول مغارة اللي كان يجتمع فيها مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، لما كنت أقرأ في الكتب أنه الحجر كان يلين للرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح شفت الكراسي أو الحجار الحجر، شفت مكان جلوسهم كيف جاي على شكل كأنه أحد ناحته، وهو في الواقع الحجر بيلين مع الذبذبات هذه، والريحة ما أقول لكم غريبة عجيبة رائعة، برغم أنه يعني ما كان في أحد هناك. في المغارة الثانية اللي هو قاعد فيها شوية بعد المعركة وسند راسه عليه الصلاة والسلام، راسه كانت صغنطوطة. فقربت كده بشم نفس الريحة، شيء خرافي. فأهل الله تلاقيهم كده، تلاقي عندهم حاجات كده خاصة فيهم، يخافوا الله جدا، وهذا بيخليهم يكونوا شجعان، قلوبهم قوية، لأنه ما يخافوا إلا من رب العالمين، عارفين إيش هو الخوف، ما يخافوا من أحد لأنه بيخافوا من رب العالمين. أي خطوة بيخطوها أو أي تصرف بيعملوه الله حاطينه هنا، في كل تصرف، في كل كلمة، في كل حركة، عارفين. حتى لما أحد فيهم يبغى مثلا، يعني مش يبغى بس إنه يكون يتدحدر مثلا، أو حلوة يتدحدر دي كلمة حجازية قح طلعت. يعني يزل مثلا، تلاقي لا، في شيء كده بيصده على الصراط المستقيم، ماشيين مش بكيفهم، محفوظين، محميين مع الله في كل خطوة، في كل كلمة، في كل نفس، حتى من كثر الذكر. ولما مو شرط طبعا اللي من أهل الله يكون حافظ القرآن، بس اللي بيجيك حافظ القرآن هذا عاد حكايته تانية، هدول أهل القرآن، بس يعني بيعرفوا أدعية، بيكونوا في أمان باستمرار، ولله الحمد بيمروا بتجارب أكيد وبأوقات عصيبة، لكن عارفين كلام الله، ماشيين بكلام الله، في أدعية كثير في القرآن عارفينها، فبرددوها طول ما هم ماشيين، طول ما هم قاعدين، قايمين، نايمين، قبل ما يناموا، أول ما يصحوا، دائما الذكر الذكر الذكر. فتلاقي يعني تحب تدخل المكان اللي هم فيه، وتلاقي حتى المنطقة كلها خير وحلوة وجميلة. أهل الله هدول ما لهم حل، ما لهم حل إذا الواحد زعلهم، الواحد لازم ما يزعلهم، مع إنهم جدا بسطة، تلاقيهم لما يبغوا يعبروا عن حاجة بيعبروا بمنتهى البساطة، لكن الكلمة مؤثرة بتكون جدا بتوصل. ومو مسألة إن الواحد يخاف يزعلهم، بس لأنهم من أهل الله، فالواحد يكون حريص إنه ما يضايقهم، هدول زي الملائكة. أهل الله لما يغضبوا يعرفوا إنه دعاءهم مستجاب، إنه يخافوا يدعوا على أي أحد، فالواحد ما يخاف، بالعكس إذا كان أحد فيهم زعل من أحد تلاقيه بدعي له بالهداية، دائما سلام في سلام، وقلوبهم سلام في سلام.